إذا هلا نطلع هون، أنا الكلام اللي حكاه زميلكم ممتاز. أنا هون عندي ريبل في الأوتبوت فولتج، مش زيرو، في ريبل. بس الريبل هذا أنا بقدر أخفف منه، هي الريبل شايفين هذا اللي هون؟ التغير اللي صار بالأوتبوت فولتج، لأنه هذا الفولتج الآن راح يشحن يفرغ، يشحن يفرغ في الكاباستر. الريبل اللي موجود هون هون راح يكون عندي أوتبوت فولتج، هذا هو الاوتبوت فولتج ريبل. ممكن يكون 1%، ممكن اتحكم فيه يكون اقل من 0.5%. كل ما رفعت الفريكونسي شو بصير بالريبل هذا؟ كل ما زدت ال شو بصير بالريبل هذا؟ بقل. كل ما زدت سي شو بصير بالريبل هذا؟ بقل. اوكي، خصوصا اذا رفعت سي او اف بقدر اخفف الريبل اللي موجود في هذا الفولتج. اذا رفعت قيمه ال بخفف الريبل الموجود في الكرنت اللي بمر في هذا الاندكتر. فاذا هون الريبل بتناسب عكسيا مع F وبتناسب عكسيا مع كابيتال C كابستر الهار. فكل ما خففت الريبل، هل هذا الريبل مزعج؟ شو بيمثل هذا الريبل؟ الريبل مع الدي سي، متذكرين حكينا؟ شو بقول لي عن هاي السيجنال اللي طالع الفولتج الاوتبوت؟ انه ميكستر اوف اي سي اند دي سي، لكن هون اقل بكثير مما كان يصير معنا بالريكتيفايرز. هاي الريكتيفايرز متذكرين؟ هون الريبل هائل، حتى هون الريبل هائل، حتى هون هون الريبل انا ممكن انزله اقل من 0.5%، ربع بالمية ممكن طبعا فلتر اذا بدي كمان. بس احسن شيء تتحكم فيه ارفع الفريكونسي مثلا ل 14 كيلو هرتز وبعدين حط الديوتي سايكل. خلينا بس نحسب رقمين، هلا بجاوبك على سؤالك. خلينا بس نحسب رقمين، انا حابب انكم تحسبوا اكمل رقم بس تاخذوا فكره. لو كانت عندي اف 14 كيلو هرتز، شو بقدر اجيب من اف؟ تي. ولو كانت الديوتي سايكل عندي دي سي 25%، لاقولي قيمة تي اون وتي اوف. الكل فاهم شو السؤال؟ احنا عم نقول انا عمالي بعمل سويتشنج 14 كيلو هرتز، يعني هذا بيتكرر 14000 مرة بالثانية. هاي العملية، هاي العملية، يعني 14 مرة 1000 مرة اون و14000 مرة اوف، والفترة اللي بسكر فيها السويتش 25% من تي، واللي بفتح فيها السويتش 75% من تي. يلا احسبوا لنا تي اوف، تي اون وتي اوف. تي اون 1.78 × 10^5. اذا تي اون قديش؟ 1.78 × 10^5 10^-5 seconds، مش هيك؟ اللي هي يعني كانها 17.8 microseconds. حد يتاكد من الرقم؟ هذه قيمه تي اون. طيب وتي اوف؟ 5.35 × 10^5 كمان سكند، اللي هي 53.5 microseconds. وتي كابيتال اللي هي 1 × 14000، هي 0.0714. لا بدها تكون اذا هاي مايكرو سكند بدها تكون هاي ميلي، ميلي سكند. 7.14 × 10^5 نفس الشيء مش هيك؟ اللي بتصير 71.4 مايكرو سكند. يعني شوفوا تخيلوا هاي، احنا خلال فترة 71.4 مايكرو سكند، قديش المايكرو سكند؟ 1 على مليون من الثانية. شو عملنا؟ خلال 71 سكرنا السويتش لمدة 17 مايكرو سكند وفتحنا السويتش لفترة 53 مايكرو سكند. هل كان هذا ممكن لو هذا ميكانيكال سويتش؟ مستحيل. هل ممكن مع موسفت؟ نعم. لو هذا موسفت ميتال اوكسايد سيمي كوندكتر فيلد افكت ترانزستور بكون هذا ممكن. لاحظوا هذا السويتش ما بيكون امبارلل معاه دايود. ليش انا حكيت ما في امبارلل معاه دايود؟ ليش احنا كنا وين كنا نحكي عن الدايود ان بارلل مع ترانزستور؟ بالاي جي بي تي، بالاي جي بي تي لما كنا نستخدمهم بالانفرتر، بالانفرتر كنا نحط دايود ان بارلل مع سويتش حتى يكون باي دايركشنال. هذا ما بدي يكون باي دايركشنال، ما بحط دايود. تمام، هذا يا بمرر كرنت هيك يا بفتح وبمر كرنت هيك. واضحه هاي النقطه؟ هذا ما في معاه دايود ان بارلل معه. لما تحطوه في السيمولينك انتبه ما يكون في دايود ان بارلل معه.